قتلني ودمر بيتي وهجر الناس واجي انطي فلوس من الدوله؟ لا ابد، بس عوائل الارهابيين ما تتعوض. راح اسوي تدقيق، اذا لقيت عائله واحده ارهابيه واحد موقع عليها قسما عظما المختار وضابط الامن الوطني والوكالات الامنيه، اشيلهم كلهم احطهم بالسجن. هاي تسمعوني لكل الوكالات، وانت مسؤول ضابط الاستخبارات قدامي، تروح تاخذ النسخ من عندهم كلها، تقول له انطيني النسخ كلها، تاخذ الاسماء، تدقق وتسال بالمنطقه وتسال على المختارين. بس يطلع بيت واحد ارهابي ماشيت له معامله، كل من موقع عليها اجيبه احطه بالسجن يمي، حتى تكونون على بين. احنا نفزع كنا العوائل الشرفاء، بس عوائل الارهابيين ما تتعوض. قتلني ودمر بيتي وهجر الناس واجي انطي فلوس من الدوله؟ لا ابد. هذه الفلوس فلوس تروح للناس الشرفاء، ما تروح للناس السيئين. وهذا احنا راح نتبنى للموضوع. واضح اخوي سياده الرائد؟ صدرت امر هسه ضابط استخبارات اللواء يمر على ضابط الامن الوطني المسؤول عن القرمه، ياخذ نماذج من مال تعويضات مال البيوت المدمره. يسمعني رائد، راح يجيك امر ضابط استخبارات اللواء تنطي نسخ مستنسخه واسماء البيوت، العوائل اللي مدمره بيوتهم اللي لهم تعويضات. اللي موقع على بيت ارهابي قسما بالله، قسما بالله لا اعتقله واجيبه للسجن واني اقتص من عنده نيابه عن عوائل الشهداء، قسما بالله. زين، ويسمعون الاجهزه الامنيه، دير بالكم توقعون على شغله، ومن اليوم انا هسه بلغتهم من اليوم راح يجون يمكم ويدققون. اذا ما تدقق المختار واذا ما تشيك وتطلع وتشوف بعينك وتتاكد، ما توقع على معامله. اللجنه ما تستقبلها؟ لا، حتى اللي رفعت اريده، حتى اللي رفعت اريده كلهم راح يجون يدققون، حتى اذا راحت نروح نرجعها.